يلقي علي المواطنون أهل صيدا مطالبهم كلماتهم. اليوم في غضب شعبي، في عدة يافطات بتطالب بمطالب الناس. عند احد مداخل صيدا، اليوم عم نشوف انه في تنظيم هون اكثر من الساحات الاخرى. نصبت الخيام عند مداخل احدى الساحات. قالوا لي لحتى نسقف المعتصمين، معي استاذ جامعي يلتقي الناس يتكلم معهم. انت قلت لي انك استاذ جامعي، معاشك جيد جدا، ولكن انت موجود لهدف اسمى من فقط المطالبه باجور افضل او بفرص عمل. انا استاذ جامعي، انا جيت انا ومجموعه من الطلاب الجامعيين ومجموعه من الطلاب من مجموعه شباب صيدا، كنا من اول الناس نزلنا نهار الخميس. صح هيدي ثوره جياع، بس مش ثوره جياع، في ظلم واقع كثير على كثير فئات المجتمع. هذا الشعور بالظلم خلينا ننزل على الساحات. انا بس عشان اضيق الوقت بتوجه رساله سريعه لخطاب رئيس الجمهوريه. يا رئيس يلي كنت مسمى حالك بي الكل، اليوم تفاجئنا بخطابك اللي هو ما اعطى اي قيمه للحراك اللي لك، وقلت كلمه خطيره انه هيدي الساحات ما بتغير. نحن بدنا نفرجيك انه كيف هالساحات بكره حتغير. شو بتطالبوا؟ نحن بنطالب انه يكون في حكومه انتقاليه من كفاءات معينه هي تسكن البلد، وما حدا يخوف العالم انه حيصير في فراغ. ما في فراغ، واجب السلطه اللي موجوده هي تحط سلطه انتقاليه نحن نرضي عنها، مش شغلتنا هيدي. نحن شغلتنا نقول لها انه نحن ما بدنا اياكي زي ما هي حكمتنا 30 سنه. تلقيتوا خطاب الرئيس؟ خطاب جدا سيء وعاب. انا بالنسبه لي انه هو رئيس جمهوريه، نحن كنا نعتبره بي الكل، خطبنا بالطريقه اللي خطبنا فيها عشان انه هو اعتبر ان وجودنا بالساحات ما له قيمه. نحن عم نقول له لا، وجودنا بالساحات له قيمه. ونحن كان من يوم ليوم عم نفقد الثقه فيك وبكل السلطه اللي موجوده هالوقت الحالي. اذا المطلب تفضل سريعا، كنت حابه اني اوصل ابعد ولكن أوكي. لا استطيع. اول شيء انا اليوم بدي اعقب على خطاب رئيس الجمهوريه. اول شيء تحيه كبيره للمنتج اللي منتج الخطاب، لانه ابدا ما انه خطاب لايف. شو طلبك؟ شو طلبك؟ طلبنا ما قالوا مباشر لتتحقق مطالب الشعب كله. مطلب واحد، لما بتروح الطائفية السياسية وبتنحل الأحزاب بيصير في عنا وطن، ولما بنبطل نكون عبيد لأي زعيم سياسي. نعم، شو طلبك؟ اليوم على أرض الواقع. اليوم على أرض الواقع طلبنا إنه ياي وصاية دولية تحكم هيدي البلد، تطلع كفاءات من الشعب. هالقد ما في ثقة؟ بدك وصاية دولية هالقد ما في وصاية دولية؟ لأنه طبعا ما في ثقة. مش 320 مليار دولار، 800 مليار دولار نهبوا من الشعب. اليوم بدها تتحقق العدالة مثل ما طلبوا محكمة، مثل ما طلبوا محكمة دولية لتحاكم اللي قتلوا رفيق الحريري. فينا نطلب محكمة دولية لحتى تحاكمهم لإلهم وتسدهم بالحبوس. نحن يرضيك قانون استعادة الأموال المنهوبة اللي يناقش بمجلس النواب؟ لا لا، هيدا قانون، معلش ما يستخفوا بعقولنا. هيدا قانون عميل، يعني ما القضاء مسيس لإلهم. يعني مين اي عبد لحزب بده يجي يقول له لرئيس الحزب انا بدي حاكمك انت سرقتني؟ ما نضحك على بعضنا. معلش في 800 مليار دولار تتوزع على الشعب وتنحط بالاقتصاد اللبناني، شو الاصلاحات؟ اليوم رئيس الجمهوريه عم بيقول بال 2013 انا ناديت لحرب الفساد، جاب كل عائلته على هيدا. شو عملوا؟ وين حرب الفساد؟ بسكك الحديد اللي ما رجعت؟ كان عندنا بال 75 سكه حديد ما رجعت. اي اقتصاد؟ 100 مليار دولار هذا الرودين وين راح؟ نعم تفضل. صغيره يا جبل، يا جبل ما يهز ذكري. مين الجبل؟ انتوا الام تي في وكل القنوات. انتوا السلطه الرابعه. انتوا السلطه الرابعه. مين ما حكى؟ نحن بنوجه لكم تحيه من صيدا. شو مطلبك؟ من صيدا. انا مطلبي سؤال صغير. مطلبي اول شيء بدنا نشكرك على وجودك، ما تتاثري بحدا. رقم اثنين، نحن بنسال سؤال لكل السياسيين بلبنان. في اموال سعوديه او بغض النظر مين ما كانت تكون، تنزل ثوره بالمانيا؟ تنزل ثوره بالسويد؟ في اموال امريكا، اموال الدنيا كلها، تنزل ثوره بشو بلد اوروبي محترم حالها؟ الناس مثل تركيا بتنزل بتحط حالها تحت الدبابات اذا حبت دولتها، وما في حدا يجي يحط مال الدنيا كلها ليقوم شعب على ارضه. مستحيل. نحن هلا انا ممكن غير شايف وجوه كثير هم ممكن مرتاحه على وضعه بالصيدا، بس انا بكره ابني وين؟ مرتي بتقول لي تعال نجيب ولد، بعدنا ما جبنا ولد، بقول لي عشان شو بدي اجيبه؟ وامتى بدي اجيبه؟ وشو بده يشوف بكره؟ يدعي علي؟ فما حدا يقول، ما حدا يقول نازلين كرمال مصاري وكرمال حدا دعينا وكرمال الى اخره. بدك شو اللي بيرضي؟ نحن اللي بدنا اياه لا ضد حدا ولا بيعنينا حدا. في مره على ام تي في سالت احد الشباب،
قالت له اذا بكره كان في ما في طائفيه، اذا بكره ما كان في طائفيه، واجا الرئيس او الاغلبيه بالوظائف او الاغلبيه السياسيه مسيحيه. طب انا خيي وخيك وبيي وبيك وصاحبك وصاحبي عايش باوروبا، مين حكمه؟ مين حكمه الفكره؟ تفضل. لحظه يا جماعه، للاسف انا اسمي عماد عون. عن جد انا اسمي عماد عون، وهذا الخطاب اللي قاله الرئيس هذا مش خطاب، هيدا ما بيعبر عن ذره واحده من تراب الوطن، فبما بالك ب 10452. انا بكتب شعر، عندي كلمه حقولها للشعب. يا لبناني اليوم افهم وخلي عقلك براسك، بايدك وحدك خلاصك، وبراسه مفضي رصاصك. هيدول الحكام، هيدول الحكام. مدام عم بتعيطيلي بدك تفضل. لا ما بدي له لفخامه الرئيس بالاول يفتح عيونه مظبوط ويوعى مع من النوم، بعدين يحكي مع الشعب. ببعض زعرانه شو بهجم على الاعلاميين، عيب الشوم عليهم، يا عيب الشوم عليهم. الطالب باسقاط النظام كله سوا من عون لاصغر واحد، وصرنا ميتنا 10. المطالب هي ذاتها، اذا الاطفال حتى عم بيطالبوا، اطفال عم بيتربوا على ثقافه الثوره. ما قدرنا نوصل لنفرجيكم الاعلام والرسوم يلي قاموا فيها الاطفال، سنتابع من صيدا. فادي نعود لك. انا بدي اشكرك جسي، كنت معنا من حاره النعمه من صيدا، وانت باقي معنا للتغطيه بمنطقه صيدا من الجنوب الى اقصى الشمال، عاصمه الشمال الان درغام. الان يعني بيضاء بعد طرابلس عم تقول زيت الكلمه ورافعه علم واحد، هو علم لبنان يلي عم بيرفرف ويزين كل السماء، وان شاء الله كل الجو يلي عم بيكون بطرابلس يضل يعني مسيطر على كل الساحات بلبنان، ان كان برياض الصلح او ساحه الشهداء او غيرها. بليز خلي هذه الثوره تبقى سلميه كلهم، يعني كلهم. تفضل الا. نعم، اولا فادي الجديد هنا في هذا ان نقابه المحامين في الشمال عم تنضم حاليا الى المتظاهرين في ساحه النور. هذا يعني نقابه الشمال اليوم بتأيد مطالب كل اهل الشمال موجودين في ساحه النور. بدي اشير على شغله كثير مهمه، العالم اجمع يشاهد ما يحصل في ساحه الشهداء، وكذلك الطرابلسيين اللي كانوا ببيتهم وتشاهدوا الاعتداءات اللي عم تصير على المتظاهرين، الاعتداءات اللي عم تستهدف المتظاهرين السلميين. لذلك قدروا الكثيرين يتركوا بيتهم ويتمسكوا بالساحة، مش مع هذا يسألوا حلمهم. مثل عم تشوفوا الاعداد كبيرة كثير، رغم كان في امطار وطقس عاصف، وهذا هو المشهد بيحكي عن حاله. انضم الى هذا المشهد نقابة المحامين بكل اعضاء موجودين، والكثير من المحامين توجهوا بمسيرة مباشرة الى ساحة النور. تنضم الي فرح يلي هي ايضا ناشطة في المجتمع المدني هنا في طرابلس. فرح، العرس الديمقراطي بعده مستمر، الصورة عم تضل هي بل عم تزيد، ما حدا مستسلم، يعني ما بنقول تعبوا، بالعكس هيك النشاط، هيك العالم اللبناني موحد في ساحة النور. شو عم بيصير؟ فعلا اليوم الناس كلها مشتاقة، كل الناس حابة ينسرها من لها الحلم، نحن اليوم عم نعيش حلم، في ناس نادت وما خلفته، عم نشوف الشعب اللبناني كله موحد، طرابلس اللي عم تصرخ، هون الضاحية، هون جبل محسن، هون بيروت، هون سوسيس، هون طرابلس حابة حدا يسرق منها الحلم، مش هيك الناس عم بتزيدوا، عم بيقول لك شايف هلا ما حدا عم بيترك الساحة لا بالليل ولا بالنهار. أنا الاعتداءات اللي عم بتصير برياض الصلح شعلت الثورة مرة جديدة بطرابلس. شو هي المشهد؟ كل ما يصير أي تطور أمني هالساحة تولع. يلي صار ببيروت ما له مقبول أبدا، الشباب مثل ما الوادع عم بتظاهروا بطريقة سلمية، بتظاهري عم بدسقوا مع بعض بكل لبنان لنحافظ على سلمية دار مقاماتها. مثل ما أنا شايف نحن هون بعض ما عرفنا شو صار ببيروت، العالم سادت كما تشاهد يعني الصورة مؤبرة. هؤلاء اللي بلش طولتهم من 8 ايام بعدهم باقيين ومتمسكين بهي الساحة، يعني عم ترمز إلى صوت الحرب، إلى الكرامة، إلى مرمى الطرابلسيين، إلى كرامة الغفتويين، الكورة، البترون. سمعنا أيضا أن هنالك باصات من جبيل تتجه إلى ساحة النور لتنضم إلى صوت الشعب، صوت الثورة.
شعبي اردن كان عم تخبرني انه صراحه عندما شاف ما يحصل في لبنان وجميع الاردنيين يشاهدون الثورات في لبنان وتحديدا ساحه النور، ولذلك وجهت مباشره الى بيروت لتنقل الصوره لكل العالم اجمع في اوروبا، لأن هذا المشهد يعني اصبح على لسان جميع الناس. فادي بعدك معي كان في اجتماع بين نقابة المحامين، خلينا نعرف عن شو صدر بهذا الاجتماع. حينتم لكنا في رسائل لاحقة نائب المحامين في الشمال لا يطلعنا على اليسار لأنه كان في اجتماع مغلق، ومن بعد شفناه توجهوا إلى الساحة. طبعا بلا ما يعني لا أعرف التفاصيل، ولكن فينا نستنتج أنه أصبحوا جزء من الثورة يلي موجودة بساحة النور يلي عم تزيد حماسا، يلي بعدها مصممة بأنه هذا هو الشارع الذي يمكن أن يحقق المستحيل. ما لم تصنعه يعني إرادات السياسيين ستصنعه أو سيصنعه الشعب هنا في هذه الساحة. فادي يعني المشهد ما تغير من أول نهار، يعني الفرح هنا يزداد لأنه إيمان في هذه الساحة عم يزيد. لهذا السبب عم نشوف العالم مبتسمين، هذا الشعب يلي عايش يعني ظروف استثنائية وصعبة. هذه المدينة اللي انحرمت من كثير من الأمور الإنمائية والإصلاحية، هذا الشعب ينتفض، ومثل عم تشاهدوا يعني ما في شيء حدا يطفيهم إلا الوصول إلى مطلبهم الأساسي. كلهم يعني كلهم رغم اليوم الخطاب يلي ملأ ترحيب بتاتا في الشارع، خطاب الرئيس هون وسابقا الورقة الاقتصادية اللي أقرها الرئيس حريري، يعني لم يأبه بتاتا لهذه التفاصيل، ولكن كل ما عم بيسمعوا اي خبر امني عم يتعرضوا له المتظاهرين ان كان بالنبطيه او برياض الصلح او حتى بمزرعه يشوع. امبارح شفنا عناصر من تيار الوطن الحر تعدوا الى او تعدوا على متظاهرين سلميين، على اطفال على نساء، هون كانوا عم يرددوا هتافات عم تدعمهم يلي يقولوا اذا وقفوا الصوت من هون كذا، كم عصوره من تاني مال هون الصوت عم يطلع، وهون الاصوات عم تعلى وترتفع وما حدا في يوقفهم حتى وصول الى مطالبهم يلي هي اصبحت كما تعلم فادي واضحه جدا. التخويف والترهيب هيدا شيء صار من الماضي، ارادتهم اقوى بكثير. نعم الطرابلسيه ما حدا راح يقدر يوقفهم، يعني هذه المسيرة ذاهبة إلى يعني ذاهبة إلى زمان غير معروف، حتى لا يسمعوا الطبقة السياسية مطالبهم ويتوقفوا بحسب أقوالهم على تجاهل ما يقال في الشارع. ما بدهم بقى ولا إصلاحية، ما بدهم إصلاحياتهم تيجي منهم، ولكن عم يطالبوا بحكومة مستقلة بتلبي طموحات هؤلاء الموجودين بالشارع. صغار وكبار اجوا من كل المناطق الشمالية هذه المرة ليأكدوا تضامنهم مع أهلهم بكل المناطق اللبنانية. فادي سنكون في الرسالة المقبلة في وسط الحشود لنرصد أكثر انطباعات، وايضا بدي اقول انه في كلمه من خلال رسالتنا مع رئيس بلديه المينا يلي ايضا رح ياكد تضامنه مع الثوره يلي موجوده في ساحه النور، هذه الساحه التي اصبحت ايقونه للثوره. يعطيك العافيه الاء، كنت معنا من طرابلس. انتقل الى زوق مصباح مع الزميله دنيز رحمي فخري. دنيز يعطيك العافية، يعني الله يعافيك فادي. الناس بعدها صامدة تحت الشتاء 8 أيام، صحيح، واليوم شتاء
يعني وكأن الشتاء يزيدهم عزيمة على الوقوف. نعم بالفعل الشتاء التصميم، وعم بيقولوا لي صاحب الحق سلطان، هن اصحاب حق عم بيطالبوا بحقوقهم، حقوقهم الدنيا، حقوقهم اللي صار لهم 30 سنه يمكن ما قدروا حصلوا عليها. العنوان هو لقمه عيشهم، هو كرامتهم، لا عنوان سياسي لا علم سياسي. يرفضون تسييس ثورتهم المستمرة لليوم الثامن.